السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هتكلم فيه معاكم عن حاجة مهمة جدا وهي حبوب البشرة. بس اللي هتكلم فيه معاكم النهاردة هو مش العلاج بتاع حبوب البشرة، يعني لو الحبوب عندك اوريدي وانت محتاجة انك تعالجيها يبقى مضطرة انك تستخدمي حاجات تانية، وانا كنت عملت لها فيديوهات قبل كده هتلاقوها دلوقتي هتبان لكم على الشاشة من فوق. انما دلوقتي انا هتكلم معاكم عن العلاج لاصحاب البشرة الدهنية بالاخص، اللي بتبان في وشهم شوية كأن في حبوب تحت الجلد، وكمان الحبوب اللي بتظهر مرة، الحبة اللي بتظهر مرة واحدة، الحبوب القديمة اللي ليها أثار. فأنا هتكلم معاكو عن الموضوع ده دلوقتي. هتكلم معاكو دلوقتي عن منتجين مهمين جدا تقدروا تجيبوهم من أي صيدلية. برضو كالعادة هقول لكم استشيروا الدكاترة لأن الدكتور هو أكتر حد هيبقى فاهم علاج بشرتكو. خليني أتكلم معاكو الأول مع أول منتج وهو السينوبار ده. خليني أوريكم الاسم بس عشان التكت بتاع الصيدلية مغطي عليه. سينوبار دي صابونة تقريبا بعشرة جنيه زي ما انتم شايفين كده، مكتوب عليها عرض 9.90 جنيه، يعني تقريبا 10 جنيه. الصابونة دي الحلو اللي فيها، اولا هو مكتوب عليها انها صابونة طبية منظفة للجلد المعرض للإصابة بحب الشباب، اللي هو في الغالب بتكون البشرة الدهنية. الصابونة دي ليها طريقة استخدام. كان في مرة في حد على انستجرام سألني عن علاج، وانا قلت له على الصابونة دي وعلى الكريم اللي هتكلم معاكو عنه. الصابونة دي انت بتستخدميها لما بتطلع رغوة زي الفوم كده، لما بتفضلي تستخدمي الصابونة زي الصابونة العادي بتطلع رغوة، الرغوة دي انت بتسيبيها على بشرتك لحد ما تبدأ تشد وتنشف، وبعدين تغسلي وشك. لو انت صاحبة بشرة دهنية يبقى لازم تختاري كريمات مرطبة بتاعة البشرة الدهنية، مش اي كريم، لان الصابونة دي بتقضي على موضوع الدهون ده، بتجيبه من جواه، يعني تقريبا كأنك بتعملي تنظيف عميق للبشرة. انا طبعا الصابونة خلاص قربت تخلص وهبعت اجيب واحدة تانية، اهي الصابونة خلصانة اهي. الصابونة شوية ريحتها مش لطيفة، بس يعني مش وحشة قوي ومش حلوة قوي، فيعني بس هي حلوة جدا، هي 75 جرام، حلوة جدا. هنا كبين لك في الظهر ايه كل المكونات اللي موجودة فيها، حاول اوريها لكم شوية في الفيديو واحاول اقراها لكم برضو. الصابونة منظفة بتنقي الجلد وتحافظ عليه صحي نظيف، وتستخدم لتنظيف البشرة الدهنية المعرضة للإصابة بحبوب الشباب. في الغالب الناس اللي عندها بشرة دهنية هتعرف الموضوع ده، الحبوب اللي بتحسي انها تحت الجلد، هي مش بارزة قوي ومش باين، يعني مش ناعمة قوي، مش بارزة قوي، هي حبوب كده بتبقى غريبة، وفي الغالب بتظهر عند المنطقة بتاعت الجبهة، واحيانا عند منطقة الدقن والانف. سينوبار بتحتوي على مجموعة من المواد المرطبة، لان هي بترطب جدا، علشان البشرة الجافة لو استخدمته المفروض ان انت بشرتك ما تنشفش بعديه، وكمان بتمنح بشرة نظيفة قابلة للاعطاء افضل نتائج عند استخدام العلاج الطبي لحب الشباب، يعني بتبقى كويسة جدا لو استخدمتوها مع اي علاجات تانية. وبتستخدموها الصبح وبالليل، بتستخدموها مرتين، يفضل انك تستخدموها مرتين، ويفضل انك تستخدموها قبل ما تحطوا اي علاج، وده يعتبر مستحضر تجميلي طبي في نفس الوقت. والمفاجأة ان دي صنعت في مصر، يعني ده مش منتج مستورد خالص، ده منتج مصري، في زيوت، في زيت شجرة الشاي، في تقريبا زيت اللافندر، في حاجات، يعني حاجات كتير قوي، وفي كمان زنك، وفي كمان اللي هو الشعير، نقدر نقول عليه الشعير يعني. الصابونة دي حلوة جدا، بس انا في الاول عملت لي شوية حساسية، ويمكن كانت عاملة لي حساسية لاني كنت بحط معاها كريمات مرطبة مش للبشرة الدهنية، زي جونسون فايتريتش مش للبشرة الدهنية، بس انا كنت بستخدمه وكنت بحبه جدا في الشتاء، فبدلته بان انا كنت بحط لوريال باريس كريم مرطب، كنت بحطه مرة واحدة بس، والصابونة كنت بستخدمها مرتين. صابونة حلوة جدا، هتلاقوها في اي صيدلية. بجد الصابونة دي جابت معايا نتيجة رهيبة، يمكن قللت من ظهور الحبوب على بشرتي، سواء كانت الحبوب اللي بتظهر اللي هي الحبوب الموسمية اللي بتظهر كل شهر، او الحبوب اللي بتيجي عن طريق الاستخدام الخاطئ للميك اب لو انت ما غسلتيش بشرتك كويس. فالصابونة دي حلوة جدا،
تاني منتج انا عايزه اتكلم معاكو عنه، وهو الكريم اللي هتستخدميه عشان تعالجي بيه الحبوب. انا بس عايزه اوريك اهو اسمه ايباجلو. بجد الكريم ده انا حبيته جدا، يعني انتوا مش متخيلين حبيته ازاي. اولا ريحته شويه قلب على النعناع، وبعدين هو رخيص برضو، هقول لكم سعره ب48 جنيه. ممكن تقولوا ان سعره ده كتير قوي على حجمه وان هو صغير وهو بس 20 جرام، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، الكريم ده ليه استخدام حلو جدا، بيوفر فبتحسيش ان انت دافعه رقم كبير جدا فيه. ده شكل العلبه من جوه، وبرده المنتج ده مصري، منتج مصري وبيتم تصديره. المنتج ده برده فيه زيت شجره الشاي، هحاول اوريكم الكتابه اللي موجوده هنا، هقراه لكم. زيت شجره الشاي والبانثينول اللي احنا بنجيبه من الصيدليه اللي هو المرطب، ومستحضر الشاي الاخضر، وفيتامين اي وفيتامين ه اللي هو اتش، وفيتامين جيم، ومكونات كتير جدا. المنتج ده طبعا زي اي منتج، وما يلمسش العين، وكمان ما يوصلش للبق او حاجه زي كده يعني. طيب الكريم ده انت بتستخدميه ازاي؟ خليني اوريكم بس الكريم من جوه عامل ازاي. انتوا لما تظهر لك حبايه، بصوا الكريم اللي فيه فتحه صغننه ازاي، انتوا بتاخدوا نقطه وبتحطوها على الحبايه. خلينا نتخيل ان في هنا حبايه، هناخد نقطه، بس طبعا هتاخديها بايديكي مش تاخديها بالكريم، هتاخدي نقطه كده وتحطيها على الحبايه وتبداي توزعيها عليها كده وتسيبيها. الكريم ده الاحسن انك تستخدميه مرتين زيه زي الصابونه، يعني مره الصبح ومره بالليل. لو الحبوب باينه قوي وشديده فالاحسن انك تستخدميها مرتين، لو الحبوب مش باينه قوي ومش شديده يبقى تستخدميها مره واحده بس. تستخدميها على الحبايه، بعد ما بتحطيها بشويه على الحبايه بتبداي تحسي تشوفي ان الحبايه لو لونها احمر بدات تبقى اهدى، لو كانت هتتحول انها تبقى حبايه بيضه هتلاقيها بدات تختفي، هتقشر. زائد ان انت لما تستخدميه على وشك هتبداي تشوفي ان هو بيقشر زي التقشير الكيميائي، وحتى هو لما هينشف هيبقى عامل زي التقشير الكيميائي كده، تلاقيه بيتشال معاكي طبقه. فالاحسن ان انت لما تيجي تشيليه بانك تغسليه بالسينوبار او باي صابونه تانية تستخدميها. لو انت بتستخدمي اي غسول او اي كريمات تانية، الحاجات دي مهمه جدا، حلوه جدا. انا جربتها بجد فرقت معايا، حسيت بنتيجه مختلفه فحبيته جدا، وحسيت ان الكريم ده هيغنيني عن كريمات كتيرة جدا بستخدمها زي الكريمات المضادات الحيوي والحاجات اللي زي دي. زائد انه انتوا لازم تعرفوا الحبوب اللي عندكم دي من ايه، لازم تروحوا تطمنوا ان الحبوب دي علشان الخلل بتاع ان انت بشرتك دهنية، او الحبوب اللي عندك دي لانه انت مثلا بتستخدمي الميك اب مش اصلي، او انك ما بتغسليش بشرتك كويس مطرح الميك اب، بشرتك دهنية ومزيتة طول الوقت فانت بتغسليها غلط بغسول مش طبيعي، بتستخدمي كريم مرطب مش ملوش دعوة بالبشرة الدهنية وهكذا. فلازم تروح تسألوا دكاترة عشان تطمنوا على نفسكم. وفي حاجة تانية انتوا ممكن تكونوا مش عارفينها، قلة النوم بتجيب حبوب للبشرة، قلة شرب المية كمان بتجيب حبوب للبشرة، وكمان نقص الفيتامينات ممكن يكون سبب في ان البشرة يظهر فيها حبوب كتير. كمان التغيير المخدات، غطى المخدة ده عشان شعرك بيبقى فيه زيوت بينتقل لبشرتك، فنظافة بشرتك ونظافة كل حاجة تلمس بشرتك حاجة مهمة جدا. فده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون مفيد بجد. انا حسيت ان انا طولت عليكم بس معلش، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب ان هو يكون فاتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.